تقول لي دي المقابر. طب مفيش حد ساكن هنا في ال... ايوه هوريهم لك دلوقتي. احنا ممكن نعمل لقاء مع حد تاني؟ اقول لسعادة الفراشة قعدت من الشغل عشان خاطر طبعا ايه ان مين هيعول دول، لان انا لسه متجوز السنه اللي فاتت واحده تخدم عيالي يعني وكده. الست بتاعتي الله يرحمها ام العيال، وعندي عيل مريض عنده 20 سنه اهو. ده متخلف عقليا، ده بيتربط من رجليه ال 48 ساعه، لان احنا لو سيبناه بيمشي. ال 14 فرد عايشين فيه؟ عايشين لا نور ولا ميه ولا مجاري ولا اي حاجه، وعلى الطبيعه، ممكن تشوفوا على الطبيعه بس عايشين. ويعني ربنا ما بينساش حد ليله، لو ربنا هينسانا ما كانش خلقنا. ونعم بالله. دي حاجه لازم، انا مقتنع بربنا، لو هو هينساني ما كانش خلقني انا والبشريه دي كلها.